الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام من تفسير سيرة يوسف، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: فذروه في سنبله، قال: أراد يوسف عليه السلام البقاء. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله: فذروه في سنبله، قال في بعض القراءة الأولى: هو أبقى له لا يؤكل، بمعنى أنه يدخر في سنبله حتى يدوم ويستمر، وإلا يتلف مع طول الزمن. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن يوسف عليه السلام في زمانه كان يصنع لرجل طعام اثنين، فيقربه إلى الرجل فيأكل نصفه ويدع نصفه، حتى إذا كان يوما قربه له فأكله، فقال له يوسف: هذا أول يوم من السبع الشداد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، قالهن السنون المحول الجدوب، أي ذات المحل والجد. وفي قوله: يأكلن ما قدمتم لهن، يقول: يأكلن ما كنتم اتخذتم فيهن من القوت المدخر، إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مما تحصنون، قال: يقول: تخزنون. وفي قوله: وفيه يعصرون، قال: يعصرون الأعناب والدهن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عام فيه يغاث الناس، يقول: يصيبهم فيه غيث. وفيه يعصرون، يقول: يعصرون فيه العنب، ويعصرون فيه الزيت، ويعصرون من كل الثمرات. وأخرج سعيد بن مرصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وفيه يعصرون، قال: يحتلبون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنهما في قوله: وفيه يعصرون، قال: يحتلبون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنهما في قوله: وفيه يعصرون، قال: يحتلبون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، قال: يغاث الناس بالمطر. وفيه يعصرون الثمار،
والأعناب والزيتون من الخصب. وهذا علم آتاه الله تعالى، علمه لم يكن فيما سئل عنه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام الآية. قال: زادهم يوسف عليه السلام علم سنة لم يسألوه عنه. وهذا من كرم المسؤول. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام. قال: أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه، وكان الله تعالى قد علمه إياه. فيه يغاث الناس بالمطر، وفيه يعصرون السمسم دهنا دهنا، والعنب خمرا، والزيتون زيتا. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى: فيه يغاث الناس، قال: بالمطر، وفيه يعصرون، قال: يعصرون أعنابهم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه: فيه يغاث الناس، قال: يغاث الناس بالمطر، وفيه يعصرون، قال: الزيت. وأخرج ابن جرير عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: وفيه تعصرون بالتاء، أي تحتلبون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عبدان المروزي رضي الله عنه عن عيسى بن عبيد عن عيسى بن عمير الثقفي رضي الله عنه قال: سمعته يقرأ: فيه يغاث الناس، وفيه تعصرون، أي بالتاء، يعني الغياث بالمطر. ثم قرأ: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فقال: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. وأخرج ابن جرير وابن المردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله يوسف إن كان ذا أناة حليمة،
لو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعا. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردوية من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له، حيث أرسل إليه ليستفتي في الرؤيا أو ليستفتى في الرؤيا، وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج، وعجبت من صبره وكرمه والله يغفر له. أتى ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره، ولو كنت أنا لبادرت الباب، ولكنه أحب أن يكون له العذر. وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن المنذر عن الحسن أي البصري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي يوسف، لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، قال: أراد يوسف عليه السلام العذرة قبل أن يخرج من السجن. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما جمع الملك النسوة قال لهن: أنتن راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال يوسف عليه السلام: ذلك ليعلم، أي الملك، أني لم أخنه بالغيب. فغمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين هممت بها؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الآن حصحص الحق، قال: تبين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله. وأخرج الحاكم في تاريخه وابن مردوية والديلمي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: لما قالها يوسف عليه السلام قال له جبريل عليه السلام: يا يوسف اذكر همك. قال: وما أبرئ نفسي. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما قال يوسف عليه السلام: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فقال له جبريل عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: لما قال يوسف عليه السلام ذلك ليعلم
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال الملك وطعن في جنبه: يا يوسف، ولا حين هممت؟ قال: وما أبرئ نفسي. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن حكيم بن جابر في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: قال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ فقال عند ذلك: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: هو قول يوسف لمليكه حين أراه الله عذرا. وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال: أراد يوسف عليه السلام العذرة قبل أن يخرج من السجن، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال ابن جريج: وبين هذا وبين ذلك ما بينه. قال: وهذا من تقديم القرآن وتأخيره. وأخرج أبو عبيد وابن المجرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال يوسف يقول: لم أخن سيدي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: هذا قول يوسف عليه السلام لم يخن العزيز في امرأته. فقال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ فقال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي، إلى آخر الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن البصري رضي الله عنه في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل عليه السلام: اذكر همك. قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال في قول الله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فقال له الملك أو جبريل: ولا حين هممت بها؟ فقال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة. ولكن الذي عندي أن الأنبياء معصومون، والذي عندي أن هم الأنبياء مغفور لجميع الخلق وليس للأنبياء فحسب، وأن الأنبياء أعلى قدرا وأرفع علما وذوقا من أن يقعوا في مثل هذه الترهات. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: فقال له الملك: ولا حين هممت؟ فقال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن الملك الذي كان مع يوسف عليه السلام قال له:
اذكر ما هممت به، قال: وما أبرئ نفسي. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: خشي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زكى نفسه، فقال: وما أبرئ نفسي. وهذا قوي ومعناه جميل، لأن الأنبياء أجل وأرفع، ولهذا أول ما يحاسبون أنفسهم، مع أن نفوسهم طاهرة لا تعرف إلا التقوى ومراقبة وشهود الله عز وجل. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن الحسن رضي الله عنه في قوله: وما أبرئ نفسي، قال: يعني همته التي هم بها. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد العزيز بن عمير رضي الله عنه قال: النفس أمارة بالسوء، فإذا جاء العزم من الله كانت هي التي تدعو إلى الخير. اللهم يا ربي آتنا العزم من عندك، وقونا وثبتنا، واحفظنا فيما بقي من أيام حياتنا، والطب بنا وشاف مرضانا ومرضى المسلمين. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأتاه الرسول فقال له: ألق عنك ثياب السجن، والبث ثيابا جددا، وقم إلى الملك. فدعا له أهل السجن، وهو يومئذ ابن 30 سنة. فلما أتاه رأى غلاما حدثا، فقال: أيعلم هذا رؤياي ولا يعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده قدامه وقال له: لا تخف. وألبسه طوقا من ذهب وثياب حرير، وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة الملك. وضرب الطبل بمصر أن يوسف عليه السلام خليفة الملك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: أستخلصه لنفسي، قال: أتخذه لنفسي. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن زياد العمى رضي الله عنه قال: لما رأى يوسف عليه السلام عزيز مصر قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بعزتك من شره. أسألك بخيرك من خيره، أي عن خيره، لأنه لا يريد منة أحد، وأعوذ بعزتك من شره. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لما رأى العزيز لبق يوسف وكيسه وظرفه، دعاه فكان يتغدى معه ويتعشى دون غلمانه. فلما كان بينه وبين المرأة ما كان قالت: لم تدني هذا من بين غلمانك، مره فليتغدى مع الغلمان. قال له: ذهب فتغدى مع الغلمان،
فقال له يوسف: أترغب أن تأكل معي؟ أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الملك ليوسف: إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا في أهلي، وأنا آنف أن تأكل معي. فغضب يوسف عليه السلام فقال: أنا أحق أن آنف، أنا ابن إبراهيم خليل الله، وأنا ابن إسحاق ذبيح الله، وأنا ابن يعقوب نبي الله. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف عليه السلام. قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استعملني عمر رضي الله عنه على البحرين، ثم نزعني وغرمني 12,000، ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت، فقال: لما؟ وقد سأل يوسف عليه السلام العمل وكان خيرا منك، فقلت: إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا ابن أميمة، وأنا أخاف أن أقول بغير حلم، وأن أفتي بغير علم، وأن يضرب ظهري ويجتمع عرضي ويؤخذ مالي. أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استعملني عمر رضي الله عنه على البحرين، ثم نزعني وغرمني 12,000، ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت، فقال: لما؟ وقد سئل يوسف عليه وقد سأل يوسف عليه السلام العمل وكان خيرا منك، فقلت: إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا ابن أميمة، وأنا أخاف أن أقول بغير حلم، وأن أفتي بغير علم، وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي. وأخرج الخطيب في رواة مالك أو في رواية مالك عن جابر رضي الله عنه قال: كان يوسف عليه السلام لا يشبع، فقيل له: ما لك لا تشبع وبيدك خزائن الأرض؟ قال: إني إذا شبعت نسيت الجائع، أي لا يملأ بطنه بالطعام، وهكذا أكل الأنبياء عليهم السلام. وأخرج وكيع في الغرر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن رضي الله عنه قال: قيل يوسف عليه السلام: تجوع وخزائن الأرض بيدك؟ قال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجيعان. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبي رضي الله عنه في قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض، يقول: على جميع الطعام، إني حفيظ لما استودعتني عليهم
بسنين المجاعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.